السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير ان شاء الله، وما يكون ناقصكم حتى شي خير، وتلاقوا هذا الفيديو بالصحه والسلامه يا ربي امين. اليوم اخوتي جيت نعدل الغداء ديالي وبغيت نشارك معكم. بقاو معايا اخوتي في طبق التحضير ان شاء الله. ثم اخوتي عندي هنايا عندي صدر ديال الدجاج مقطع هيدا على هذا الشكل هدايا. عندي هنايا راس ديال الثوم مهرس، عندي هنا القزفور، عندي هنايا الملح في الابزار، الكيمون، يعني شي حاجه ديال التحميره، شي حاجه ديال القزبره كابس، سكنجبيل، المناويل، الملح. على كل حال عندي هنايا زيت ان شاء الله. هنايا اخوتي عندي هنايا بسم الله وبركة الله، عندي هنايا سبيناكاس، عندي هنايا سبيناكاس اخوتي كما كتشوفوا، عندي هنا سبيناكاس يعني مبخرة، انا كنشريها اخوتي، انا كنشريها اخوتي كنشريها هيدا لحيت شي مراري كنشريها خضره كتبقى كنساها كتبقى حتى كتدبال وكنصيبها، كنشريتها هيدا في هاد الطاسه هيدا، يعني واخا شريتها هيدا عاودتها بالتبخير. هانتوما كتشوفوا باقا سخونه، عاودتها بالتبخير، هانتوما كتشوفوا بقاو معايا شوفوا، يعني بخرتها مزيان واخا هي طايبه، يعني انا عاودتها بالتبخير مزيان شي ساعه وزياده المكانه وهي كتزيد بحال كيزول منها ديك الماء ودي كلشي ديالها. هانتوما كتشوفوا وصافي اخوتي، دابا انا غادي نقلي هاد الدجاج، غادي نعملهم ان شاء الله نقليهم، وملي غادي نقليهم هانتوما معايا اخوتي باش تشوفوا يعني الطريقه كيفاش كتمشي. هانتوما تشوفوا اخوتي دابا هاد المقله اللي غادي نحضر فيها، بسم الله على بركه الله، غادي ندير الزيت بسم الله، وعاد نضيف اللحم، ثم تشوفوا اخوتي دابا يعني هنا كنشحرها كما كتشوفوا، هانتوما تشوفوا اخوتي دابا كيفاش تشحرت لي الكفته الهكا ديالي يعني اللحم ديالي. دابا غادي نضيف لها بسم الله على بركة الله، غادي نضيف لها القزفور والثوم بسم الله على بركة الله، كما كتشوفوا العطرية اخوتي انا دائما كنخليها الاخرانية باش كتبقى ديك النسمة ديالها زوينة، كتبقى ديك الطيبه ديال العطريه كتبقى يعني طريه ما كتحرقش، يعني الا ضفيناها هي الاولانيه كتحرق النسمه ديال العطريه. انتم تشوفوا دابا نتوما تشوفوا اخوتي كيفاش يعني بقات اللون ديالها كيتذهب. دابا غادي نضيف لها غادي نضيف دابا ديك السبيناكس، هانتوما تشوفوا اخوتي دابا كيف ضفت لها هذا، ضفت لها السبيناكس على ديك الدجاج. دابا غادي نضيف التوابل بسم الله على بركة الله، هانتوما تشوفوا دابا ضفت لها هذه التوابل ان شاء الله، هانتوما معايا هانتوما تشوفوا اخوتي، يعني بغيتو هذه كتجي بحال البقوله، بغيتو تاكلوها هيدا كلوها هيدا،
بغيتو يعني تعمروها عمروها. انا هذه غادي نعملها بوحد هذه، يعني نشارك معكم من بعد غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نعجن. انايا كتعجبني هيدا، انا بيدي كنشمراري كنعملها هيدا، كتجي غزاله اخوتي بحال البقوله. ولا خليتوها هذه يا اخوتي، هذه الماكله، هذه الاكله هذه يعني ماهي ماشي ديالنا مغربيه، ما هذه الاكله كيعدوها افغانيين، كيعدوها ناس اسيا بزاف. الاكله هذه كيعيطوا لهما كاري، فهمتي، كيعدلوها الاسيويين بزاف. ني كيعدلوها هيدا كتجي غزاله، وما كيزيدوا فيها حتى البطاطا، يزيدوا فيها حتى البطاطا كيزيدوها معها، كتجي غزاله ما تشبعوهاش، يعني كتجي غزاله غزاله اخوتي ما تشبعوهاش، فهمتي، هانتوما كتشوفوا كتجي غزاله. بغيتو تاكلوها هيدا كلوها هيدا، بغيتو تعمرو بها شي حاجه عمروها، وما كيعمرو بها يعني كيعمرو بحال اللي كنعمرو حنا بريواز، كيعمروها هما بحال اللي كنعمرو بريواز، وكيعمروها يعني في الحل العجينه اللي كنعجنو حنايا، هما عاود كيعمروها عاود طريقه واحده اخرى، كتجي غزاله. وقلت علاش ما نشاركهاش معاكم، وبعد نخليها حتى تشحر مزيان تبارك الله، ما شاء كتشحر، ملي عاد تشحر مزيان ان شاء الله يا ربي ديك الساعات غادي نطفيلها، وغادي نرجع معكم العجينه ان شاء الله، غادي نوريكم العجينه ديالها كيف تتعجن. هانتوما تشوفوا اخوتي دابا انا طفيتها، غادي نخليها تبرد وارجو معايا العجينه ان شاء الله، بقاو معايا نتلاقاو في العجينه ان شاء الله. هانتوما اخوتي دابا انا رجعت معكم العجينه، عندي هنايا شاشي ديال الخميره، هانتوما كتشوفوا تقطع يعني فتحته باش نوجدو من قبل، عندي شاشي ديال الخميره بسم الله على بركه الله، عندي هنايا السكر وشويه حاجه الخميره الحلويات بسم الله على بركه الله، عندي هنا واحد البيضه هانتوما كتشوفوها معي بسم الله على بركه الله، عندي هنا يا خوتي كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت استغفر الله، نص كاس ديال الزيت كان عندي عين هنايا، نص كاس ديال الزيت هانتوما كتشوفوا، نص كاس ديال الزيت باش هو داعي كويس استيتو، وكان عندي عين هنايا فين يدي فين كتشوفي يدي، غير ربع كاس ديال الزيت ماشي كاس كامل، هانتوما تشوفوا اخوتي طبيعة الحال. عندي هنايا الملح، هانتوما كتشوفوا الملح دائما انا كنشارك معاكم الملح، هانتوما كتشوفوا عندي هنا كيلو ديال الطحين، هانتوما كتشوفوا دابا غادي نخلطوا هاد العناصر كامله مع بعضها هيدا، والماء على حساب الخليط، الماء يكون دافي وعلى حساب الخليط هانتوما، هانتوما تشوفوا اخوتي دابا غادي نخلط هاد العجينه هيدا بهاد الكوتشاره ولا مغروفه ولا كل واحد شنو كيقول له، الماء اخوتي كنقول لكم دائما على حساب الخليط، اخوتي غادي نزول هذه الكوتشاره وغادي نستعمل يدي باش كيعجبني الشغل دائما، كنقول لكم انا كيعجبني نعمل الشغل بيدي باش كنستافد الشغل، ويا مين عارف كيف نشتغل هانتوما تشوفوا اخوتي دابا كيفاش عجنتو، يعني كيبقى على الشيك هذا، يعني ماشي ما كندلكوهش، هانتوما كتشوفوا ما كندلكوهش، كنخليوها غير هيدا لهاد العجينه ديالو، كل ما هي خفيفه ما هي قزحه. دابا اخوتي غادي نبدلوا المول ان شاء الله، هانتوما كتشوفوا غادي نبدلوا المول، وغادي نخليه هنايا عندها الوجه بالزيت، غادي نخليه ان شاء الله معاه انتما معايا اخوتي، خليوها حتى يختمر ان شاء الله ونرجع معكم. دابا غادي نغطيه بالبابل بلاستيك وغادي نخليه ان شاء الله حتى يختمر ونرجع معكم ان شاء الله، بقاو معايا.
ثم تشوفوا دابا كنغطيه بالبابي بلاستيك، غنخليه يختمر ان شاء الله كما كتشوفوا كيف غنخليه يختمر. ما يختمر انا معكم ان شاء الله. هانتوما خوتي دابا انا رجعت معكم كيفاش العجينه ديالي دابا خمرات، غادي نقطعها خوتي دابا. هانتوما كتشوفوا تبارك الله كيفاش خمرات، خمرات غزاله. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله. غادي نهاول من هذا العجين، هانتوما كتشوفوا تبارك الله كيفاش كتجينا ان شاء الله. دابا خوتي غادي انا عندها السينية كما كتشوفوا، عندها السينية. دابا غادي نبقى نقطعها كريسات صغارين كما كتشوفوا معايا لهذا الشكل، كما كنظهركم كما كتشوفوا. غادي نعملها بهذا القياس هذا، هانتوما تشوفوا اخوتي يعني هذا ما نعدلو مهيدا، غادي نعمر معاكم هذه، غادي نخليها هانتوما كتشوفوا، غادي نعملها واحد بيتزا للعيد هذه فهمتي، غادي نعمل جوج جوعات هذه، غادي نخرج منها بيتزا واحده، وهذه غادي نعمرها بديك اليقمه اللي عندي. هانتوما تشوفوا اخوتي دابا هذه غادي نعدلها بيتزا، كاينين يعني العيل عندي اللي كياكلوا سبينيتش، كاينين اللي ما كياكلوهاش. غادي نعدلها دائما يعني البيتزا جنا كنخليوها دائما ما كنحاديوها شي، كنخليوها دائما على هذا الشكل، على هذا الشكل هذا البيتزا كما كتشوفوا، يعني باش ما ينعمروها تجي هني. قلنا دائما اخوتي البيتزا خاصها الجناب ديالها نقيسوها نمشي نضرب على الوسط، والجناب دائما ما نحاديوهش. انتما تشوفوا طكم هذا بنينا، كنستعمل طوماطيش دائما كنستعمل طوماطيش هذا الكرتون. هذا بركات لنا انتما تشوفوا، دابا غادي نضيف لها الفرماج انتما كتشوفوا، ضروري غادي نعطيوها الفرماج مزيان. اوريغانو دائما انا اوريغانو كنضيفو ملي كنضيف من تحت اوريغانو، نتوما كتشوفو نتوما كنحضر معكم اوريغانو نتوما كتشوفو، انا كنعطي اوريغانو يعني انا اوريغانو كيعجبني في الماكله بزاف،
كنعطيه اوريغانو. دابا هنايا عندي واحد اللعبة ديال التون، غادي نعمل نص بالتون والنص عادي نخليه بكيسو بوحدو لحيتاش عندي واحد العايل ما كياكلش التون في البيتزا. غادي نعمل النص ديالها، نعمل النص والنص غادي نخليه، واحد كيعجبو التون واحد ما يعجبوش بالتون. فهمتي، نخلي هيدا غادي نضيف هيدا على هذا الشكل هذايا، كما كتبقاو دائما معايا وانا انا معاكم نتوما معايا. صافي اخوتي، دابا غادي نعملها في الفرن، غادي نعملها في الطاوه ديال الفرن، وغادي نعملها في الفرن ونرجع معكم ان شاء الله. نسيت اخوتي ما عاودتش معكم، ضروري غادي نزيد الفرماج شويه الفرماج على حساب التون من فوق كما كتشوفوا، غادي نزيد له شويه الفرماج كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. هانتوما تشوفوا اخوتي، دابا كنطلق على هذا الشكل هذا، كنقطعها هيدا بالقطع، كنعمل شويه الفرماج هيدا في الوسط، شويه الفرماج هيدا في الوسط كما كتشوفوا معايا. هذه كيعيطوا لها الساموسه، يعني هما كيعدلوها بجميع الطريقه ديال الخضر، يعني كيعدلوها بجميع الطريقه ديال الخضر، كيعدلو حتى بالجلبانه البطاطا كيطيبوا بحال اللي كنطيبوا حنا، يعني المرقه كما كتشوفوا اش كيجي هيدا، عاود كيجيو لهاد الجهه هادي وكيلوها هيدا. نتي كيجيوها هيدا، نعطيو لها هاد الشدوله دابا هادي ضروري، وما كيقلوها في الزيت، بغيتو تقلوها في الزيت قليوها في الزيت، بغيتو طيبوها في الفرن طيبوها في الفرن كما بغيتو نتوما. من بعد كنجيب الفرشيط، نضرب على الزق ديال على هيدا باش ما كتحرقش، هانتوما كنشبرها هيدا كتجي عليها على هاد الشكل هذا. شوفوا كيف كتجي هذه، يعني انا قلت لكم هانتوما كيف كتجي هذه، هما كيعيطوا لها ساموسا، هذه يعني يعني الماكله اسيابيكا، الناس ديال اسيا الناس هكا هما اللي كيستعملوا هذا الطريقه بهذا الماكله. عاود نفس المنظر من هنا، هانتي نفس المنظر، هاد الكيسو هذا دائما ندقو على هذا باش كنجيبو هذا الطريف هذا اللي عند هذا الطريف هذا اللي عند هذا عاود كنجبدوه لهنايا. نتوما كتشوفو كتجي غزالة خوتي، قليتوها في الزيت كتجي غزالة، نتوما تشوفو كتجي خوتي على هيدا. أنا كنقليها في الزيت وكنطيبها في الفران، كنعمل لها جوج طريقات، هما لا هما كيقلوها غير في الزيت، هما كيقلوها في الزيت. كتجي اخوتي هيدا، شوفوا راه كيفاش كتجي المنظر ديالها، كتجي كتجي غزاله انتما كتشوفوا، انتما تشوفوا اخوتي دابا كيفاش خرجت البيتزا ديالي انتما كتشوفوا. دابا غادي نزيد واحد شويه، نعمل واحد شويه الاوريغانو من فوق يعني باش كيعطيها واحد النكهه وكتكون باقيه يعني سخونه انتما كتشوفوا. هانتوما خوتي دابا البيتزا ديالي كيفاش هي واجده تبارك الله، هانتوما كتشوفوها. دابا غادي نقسمها نسيت باش نعطي العيال يتغدا، هانتوما كتشوفوا تبارك الله كتجي غزاله غزاله تبارك الله ما شاء الله، جات مزيونه هانتوما كتشوفوها. دابا غادي نقطع الطرف اللي فيه عكسو بوحدو، نستخدم الكرسول الله يحفظك لي. انا البيتزا شاركتها معكم وشاركتها معكم، دابا بغيت نعدل الغداء ديالي، بغيت نشاركو معكم. شوفوا اخوتي، شوفوا كيف كتجي محمره، شوفوا كيف كتجي تبارك الله، شوفوا كتجي، شوفوا اخوتي كيف كتجي غزاله ما شاء الله. هذه ديال الطريف اللي ديال ديال هذه كتجي مزيونه، ما نساوش تعملوا لايك. شوفوا اخوتي هانتوما كتشوفوا كتجي غزاله غزاله ما شاء الله، شوفوا اخوتي شوفوا تبارك الله. وانا دابا غادي نعطي العيال يتغدا، وغادي نكمل نبدا نكمل معكم ان شاء الله يا ربي. هذه نعمل معكم نكمل معكم ان شاء الله، يعني الساموسه ديالي اللي كنعدل. بقاو معايا اخوتي، نتمنى والله نكون خفيف على قلبكم واللايكات.
هانتوما تشوفوا اخوتي دابا كنقليها كتجي على هذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا انا بديت كنقليها معكم. شوفوا اخوتي كيف كتجي، شوفوا كتجي غزاله غزاله غزاله. هذه عندي هذا من نازل اسيا، عندهم احسن اكله هي هذا الساموسه هذه، فهمتي؟ عندهم هنايا تبارك الله كيدخلوا عليها بزاف. هنايا عندهم هذه هي بحال بريوات ديالنا الحق، هما كيوجدوها بزاف، يعني عندهم دائما عندهم في الدار. فوقاش ما مشيت عندهم تبرا عندهم واجده في الدار، وكيحضروها يوميا، فهمتي؟ تاش العجينه ديالها دائما كيحضروها. انتم تشوفوا اخوتي كيفاش كتجي، كتجي تبارك الله ما شاء الله. انتم كتشوفوا شيخ غزالة ما شاء الله. ما كيعدلوها حتى كيعملوا الجلبانه، كيعملوا بطاطا مقليه، بطاطا كيعملوا، ما كيخليو ما يعملوا في الخضر. شوفوا كيف كتجي، وكيعدلوها، فهمتي؟ كيعملوها هايده، كيعملوها بزاف ديال الطريقات. شوفوا اخوتي دابا ثاني الا بغيتي نعدلوها يعني الكيسو هذا ديال اللونشا، الكيسو هذا ديال اللونشا عدلوها الكيسو هذا ديال اللونشا، حتى هي عاد كتجي زوينه كتجي غزاله ما شاء الله. يعني الفيديو هاد المره جبتو شويه طويل طويل شويه من الحق، معليش. انتما كتشوفوا كتشوفوا كتجي هيدا، عاود تقدروا تعملوا جوج، تقدروا تعملوا واحد كما هذا من حساب الاستطاعه، اللي على حساب الحاجات اللي موفرين عنده في الدار ديالو والحاجات اللي ما موفرينش في الدار ديالو كل واحد. يعني عاود هيدا كتجي زوينه بزاف. انتم كتشوفوا حنا كنخلفوها دائما، يعني غادي نخلفوا الجناب دائما كنخلفوهم. انتم كتشوفوا وكنقلوها في الزيت، يعني ما كيقلوها بالزيت. هانتوما تشوفوا اخوتي دابا شاطوا لي شويه، شاطوا لي واحد السته ديال السته كشويه ديال اليقامه. غادي نعدلها في هاد الورقه هذه، حتى هي كنعدلها فيها انا عود هذا، يعني هذا حقني يعني بحال السيكالاس كيجي كنعدلهم هيدا على هاد الشكل. هانتوما كتشوفوا هانتوما كنعملو ميتقلاو، عندي المقله قدامي اللي كنطيب اللي كنعملها كنعملها طيبه، ما عندي العافيه هينا لي يعني اللي كد هذيك كنطيب اللي كان هكا كنخليها طيب. نتوما كتشوفوا كيف كاش كتجي. نتوما تشوفوا اخوتي دابا كيفاش انا ساليت وشاطو لي هاد شويه هادو، عملتهم هذا في هاد القنين في هاد السيكالاس هادو ولا القنانات ولا شي واحد كان يمشيني كيقول لهم. ثم كتشوفوا كتجي اخوتي غزاله ما شاء الله. انا خاوتي غادي نفرق معاكم وشوفوا اخوتي، شوفوا ديك كيسو كيف كيجي، فرماج كيف كيجي غزال، كتجي اخوتي غزاله غزاله ما شاء الله بسم الله. شوفوا اخوتي كيف كتجي، شحال كتجي هشيشه. شوفوا مع الفرماج اللي فيها، معمره بالفرماج مع ديك لا، كتشوفوا اخوتي كيف كتجي غزاله ما شاء الله. جربوا اخوتي وصدقوني، حنايا صراحة الله هاد الأكلة هادي ما كناش كنعرفوها، حتى جينا لهنايا جبرنا يعني الناس دهنايا كيعدلوها، ودينا حتى حنا كنعدلوها. يعني غزالة كتجي غزالة اقتصادية ما شاء الله ما شاء الله، كتجي غزالة وكتجي لذيذة واقتصادية. يعني باش ما بغيتي تعدلو هما كيعدلو، أنا قلت لكم جميع طرقات ديال الخضر إلا يعني كيعدلوها مال هاديك بحال اللي كنعدلو حنايا يعني بريوات، هما كيعدلوها بهذا الطريقة هادي. وتا هادي هاد سيكالاس هادو هتسيغالاس هادو نتا هما كيعدلوها من نفس الطريقة، كيعدلوهم بالخضر، هما مكيعدلوهمش يعني هنا بالفواكه، ميعدلوهمش بالفواكه، يعدلوهم جميع أنواع الخضر، يعني كيعملو جلبانة، البطاطا، اللفت، يعني جامل الكروم، كيعملو جميع أنواع ديال الخضر، وكيطيبو داكشي وكيبقاو يعمرو هايدا. يعني لا تمشي تشري لا في البيع كيبيعو هايدا، ولا في الديار ديالهم كيعدلوهم،
وقلت علاش ما نشاركهاش معاكم، انا يعني داينه كنعدلها تبارك الله، قلت لكم كتجي غزاله وتبارك الله كتجي غزاله غزاله غزاله، واحد اللي دا فيها بسم الله نقصرها معكم نقيسها معكم، كتجي اخوتي مع ديك الدجاج مع النسمه مع الدجاج مع ديك هكا مع ديك الحروريه ديالها مع السبيناج ديالها كتجي غزاله اخوتي غزاله كتجي صدقوني اخوتي. واللايكات واشتراكات في القناه، ومن منكم اخوتي طلع منكم الهبوط، وجزاكم الله خيرا، مع السلامه، باي.